مساء الفل يا كريم، والف مبروك فوز الاهلي بالدوري العام هذا الموسم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، مبروك علينا وعلى كل جمهور النادي الاهلي، على الجهاز الفني، على مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه اللي يمكن هنبدا في البدايه محمد، طبعا كل الفرحه على المستوى الجماهيري، لكن على مستوى كره القدم ولاعيب النادي الاهلي الفرحه ان شاء الله باذن الله تكون يوم الخميس، تكون في استاد القاهره، لان في تركيز كبير جدا 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 لهذه المباراه، مباراه القمه 126 الاهلي والزمالك. بعيدا عن التتويج محمد، هذه المباراه زي ما انت قلت لها حسابات عديده جدا عند كل الاطراف الحقيقه، عند الجهاز الفني واللاعبين، الجماهير، عند مجلس الاداره، عند اعضاء النادي الاهلي. عشان كده يعني مهمه كبيره جدا، ومهمه مش هنقول ثقيله على ابطال افريقيا، ابطال الكاس، ابطال الدوري، ابطال السوبر. نادي الاهلي الحمد لله هذا الموسم موسم يعني في انجازات كبيره جدا يا محمد. الاستقرار الاداري واحده من اهم الاشياء الحقيقه اللي بيكون نتيجها هذا الامر، ان انت يكون في استقرار اداري، توفير مناخ كبير جدا رغم الضغوطات والصعوبات الكبيره جدا الحقيقه اللي كان بيواجهها مجلس اداره النادي الاهلي. لكن اما بيكون في استقرار اداري، اما بيكون في مناخ طيب، اما بيكون في قرارات بتتخذ بهدوء بشكل كبير جدا، بتكون النتيجه زي ما احنا شايفينها النادي الاهلي بيحسم بطوله الدوري العام في مكانها الطبيعي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. لكن لو بنرجع محمد كالعاده لمباراه القمه، عايز اكد لك واقول لك ان النادي الاهلي فول تيم في مباراه الزمالك. ناس كتير بتتكلم عن ان ممكن يكون في تغيير في بعض العناصر، في بعض الامور، باكد لك هذا الامر. مباراه لها حسابات كثيره جدا، عشان كده الحقيقه مستر كولر واحد من الشخصيات المميزه جدا جدا الحقيقه في القيادات الفنيه للمباريات الكبرى. عشان كده الراجل اكد على لعيبه النادي الاهلي، احنا ما حققناش حاجه، احنا ما خدناش الدوري، احنا لازم نكون يوم الخميس احنا بنفرح بالدوري في استاد القاهره مع جمهور النادي الاهلي. ده امر مهم جدا يا محمد، وده واصل للاعيبه النادي الاهلي. 48 ساعه كانت راحه مهمه جدا للاعبين بعد الحقيقه السفر في الاسكندريه، مباراتين متتاليتين، الاسماعيلي والاتحاد السكندري. النهارده اول التدريبات واول الاستعدادات، ان شاء الله باذن الله يبان على لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير. يعني امر مهم جدا يا محمد في التدريب الاول، انت عارف عندنا 48 ساعه تدريبات ثم المباراه. النهارده بيكون يوم مهم جدا للعيبه، بتبان مدى الجديه ومدى الرغبه الكبيره جدا ومدى الدوافع كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي. الفرحه هنا زي ما باكد لك للجمهور، للاعضاء، لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مفيش فرحه ان شاء الله. الفرحه تكون بمشيئه الله في وسط جمهورنا اكيد، اللي لابد ان احنا نوجه له كل التحيه والتقدير زي ما اكدنا على التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، لان كان دوره مهم جدا يا محمد. جمهور النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه، خلال المباريات، حفز اللعيبه، ازرع بشكل كبير جدا. عشان كده النجاح بينسب للكل. ان شاء الله باذن الله تدريبه النهارده تكون تدريبه كويسه. مستر كولر يبدا ان هو بقى يعني يضع الخطه، الامور الخاصه طبعا بقراءه الفنيه لنادي الزمالك. الراجل طلب كالعاده من ياسين المكاري المباريات الاخيره بعض الهايلايتس ليه نادي الزمالك، لان ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني، ان احنا ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا يا محمد في يوم الخميس على استاد القاهره في 8:30 والمباراه المؤجله من الجوله 31. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الزمالك. طب كريم، في جزئيتين مهمين جدا. اولا ممكن الفريق يدخل معسكر من النهارده ولا المعسكر بكره طبقا زي اي مباراه قبلها ب 24 ساعه؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالسوليه ومتولي، هل في فرص ممكن يعني ان يكونوا موجودين في القايمه، ولا الامر اللي شايفه صعب في ظل الحاله اللي ممكن اللي وراها الجهاز الطبي كبرنامج تاهيلي، ان لسه قدامهم وقت تاني عشان يرجعوا للمباريات؟ يعني هبدا معاك من النهايه، يعني هنشوف السوليه ومتولي مع اكرم وكريم فؤاد، لكن هنشوفهم للتتويج يا محمد وللفرحه ان شاء الله، لكن مش هنقدر نشوف متولي والسوليه في المشاركه ان هم يكونوا متواجدين في القائمه، لان زي ما باكد لك اقول لك في تأني كبير جدا جدا الحقيقه من الجهاز الطبي للاصابات اللي تحديدا بتبقى في العضله الخلفيه او السبرين انكل الجامد الحقيقه اللي يمكن تعرض ليه متولي. كنا بنعمل ان هم يكونوا مشاركين طبعا في المباراه او متواجدين في القائمه، لكن باكد لك كل اللعيبه هتكون متواجده يوم الخميس في المباراه، لكن مش هتكون متواجده يعني الجاهزيه الفنيه او البدنيه او الطبيه على قد ما هي تكون متواجده لمسانده فريق النادي الاهلي في مباراه الزمالك. النقطه الاولى طبعا، يعني يمكن سالت على هذا الامر الحقيقه محمد اول ما تواجدت هنا في النادي الاهلي، على ان مستر كولر هل ممكن يعمل 48 ساعه القادمه تكون في معسكر. يمكن اتاكد لي ان الامر طبيعي جدا، هم ال 24 ساعه العاديه المعسكر المعتاد لفريق النادي الاهلي في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره. الراجل ماشي على سيستم معين، الراجل مش عايز يكون في اي تمويل، الراجل مركز بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. عندنا فرصه كبيره جدا يا محمد ان شاء الله باذن الله نكون ختام الدوري ختام مميز جدا، لما تفوز على نادي الزمالك في حضور جمهورك وانت كمان بتحتفل ببطوله الدوري العام، ده امر بيسعد جماهير النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا جدا نكون يوم الخميس يوم عظيم على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني وعلى مجلس الاداره وعلى اعضائه، وان شاء الله باذن الله كالعاده يعني من خلال شاشه قناه النادي الاهلي تكون في تغطيه خاصه ورائعه وممتازه الحقيقه من كل الفروع ومن استاد القاهره، وتكون فرحه كبيره جدا يا محمد ان شاء الله بالتتويج بالبطوله 43 بإذن الله. زميلي العزيز كريم أحمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي بالجزيرة.